توصل مدرب فريق الوداد الرياضي لحسين عموتة بتقريرين إيجابيين يهمان لاعبي الفريق قبل استئناف البطولة الوطنية، وأكدت مصادر مطلعة أن عموتة توصل بتقريرين للاعبين مؤيد اللافي وعماد الخنوس يوضحان الحالة الصحية للاعبان بعد غيابهما عن الميادين بداعي الإصابة. وأفاد التقرير للافي أن اللاعب بلغ المرحلة الأخيرة من تأهيل البدني على أن يلتحق بالتدريب الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة، وفي هذا الوقت ينشغل بالتدريب الفردية ثم سيلتحق بالتدريب الجماعية بعد تأكد جاهزيته الفنية. وتابع أن التقرير الثاني أكد عودة الخنوس إلى التدريب الجماعية لفريق الوداد الرياضي وبالتالي جاهزيته لتدعيم صفوف خط الأمام لفريق الوداد الرياضي بعد عودته للميادين متجاوز الإصابة التي منعتها من ظهور مع فريق الوداد الرياضي بعد الالتحاق إليه في عقد حر من المغرب التطواني. وينتظر أن يخوض الوداد الرياضي ودية ثالثة في الأيام القليلة القادمة على أن يستعد لمواجهة نهضة البركانية الأسبوع القادم برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية التي يحتل فريق الوداد الرياضي صدارتها بسبع نقاط.